إذا بتحكي مع زهر رح تخوفني. إيه جامدو. ورجيني لشوف شلون بدك تطلع من هون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جدي الغدا جاهز. ربع ساعة زمان بس لنطرقوا هالبرتية لجلدك ونبعتكم يا مع الشكر. لا 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 جدو، خلي أمك تبعت الأكل لهون. شو طبخة؟ والله يبرا. فرد مرة يبرا. الله وكيلك يا أبو عبدو، من سنة ها ما دقت يبرا. إلك خلي أدللهم وتكتر العصايص والدهن لكان. وإذا في جنبهم شي زبدية لبن ممنوع لا تأمروا. وأنا أقول لحالي إيش أويان عصك يا أبو عبدو، تقريبا أكل العصايص يا أخو. لا أبو لهالدرجة، لك هذا ابن الكبير البكر يعني ابن رؤوف، إيه بده يروح يسافر على لبنان، فلذلك بدي أدلله. شو بده يروح يعمل بلبنان؟ بدي أدور على شغل. ليش ما في شغل هون؟ لك فيه، وكان يروح مع أبوه على الورشة. من بدي صار يطلع بالمظاهرات، فقلت له لأبوه بعده من هون أحسن ما يلحق عمه. عملت زينة العقل. صحيح أبو شاري، باعتبار ولادك ببيروت بركي بتحكي لنا معه يتوصوا فيه، لأنه صار زمان هنيك وأكيد إيدن طايلة. لو ما حكيت كنت غنيت. شو سحبت؟ ولك لا، بس بدي اكتب له ورقة لسامي. لك أجلها خلينا نخلص الدق. لا ما حأجلها، بركي إذا عطيناك هالورقة بتزوق على دمك وبتعطينا هالدق. ولدنا العزيز سامي، أرجو منك مساعدة أخوك. شو اسمه هفيدك؟ محمود. أيوة، أخوك الصغير محمود حفيد عمك الحاج أبو عبدو، على إيجاد عمل له، وأكون لك من الشاكرين. أبوك أو لا والدك، أحلى والدك نجيب. وراح أكتب لك رقم التليفون تبعه، بيتصل فيه وبياخد موعد وبيروح بيقابله وبيعطيه الورقة. بكفي شو بتعذب حالك، يا ريت حكيت معه بالتليفون كان أفضل. ليش ومين قال لك ما أحكي بالتليفون كمان معه؟ بس ابني سامي بتعرف يا أبو عبدو سياسي كتير كبير بلبنان، وكل يوم بدق بابه 100 واحد بقى بالورقة، بيعرف مين بده يساعد ومين ما بده يساعد، بيعرف بمين عم نتوصى ومين اللي عم نتوصى فيه. ليك استاذ سامي،